يقول السائل من خارج هذه البلاد، يقول: الناس في قريتي لا يحبون كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، لأن أغلبهم على عقيدة الصوفية، فبأي كتاب في التوحيد أعلمهم وبماذا تنصحونني؟ علمهم كتب أهل السنة والجماعة من كتب الشيخ محمد وغيره، اللي يرضى يرضى واللي ما يرضى تقيم عليه الحجة. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، لكن عليك البيان. نعم.